بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم طلابنا الكرام في المحاضرة الخامسة من المقرر الدراسي بعنوان قانون العقوبات القسم الخاص، وتحديدا بندرس جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، وبندرس أولى هذه الجرائم وبنستكمل كلامنا عن جريمة الرشوة. طبعا تكلمنا على أركان جريمة الرشوة، وقلنا فيه الركن المفترض، والركن المفترض بيفترض وجود موظف عام حتى تقع جريمة الرشوة، أو يمكن أن بنقول لابد أن يكون هناك موظف عام أو من في حكم الموظف العام حتى تقع جريمة الرشوة. وتعرفنا كمان على الركن المادي لجريمة الرشوة وعناصر الركن المادي، وتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ. وتعتبر طبعا جريمة الرشوة من الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة، فهي تعتبر من جرائم الضرر، تعتبر من جرائم الضرر الخطر تعتبر من جرائم الخطر معلش تعتبر من جرائم الخطر، لأنها تمثل خطر كبير على المصلحة العامة ولا تعتبر من جرائم الضرر. إيه الفرق بين جرائم الضرر وجرائم الخطر؟ بنقول إن جرائم الخطر زي جريمة الرشوة تقع بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي، ولا يشترط لها أن تتحقق نتيجة إجرامية معينة. أما فيما يتعلق بجرائم الضرر، لابد أن تقع نتيجة إجرامية بناء على الفعل الإجرامي المرتكب. مش بس نوضح النقطة دي تاني عشان بس ما يحصلش فيها لبس، نقول إن جريمة الرشوة تعتبر من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر. جرائم الخطر ليه؟ لأن هي تقع بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي، ولا بنقول هي مش بيشترط فيها أن تتحقق نتيجة إجرامية، ولكن هي تقع بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي، فهي تعتبر من جرائم السلوك المجرد، بيطلق عليها كده، تعتبر من جرائم السلوك المجرد. ده الفرق بين جرائم الضرر وجرائم الخطر، فتعتبر جريمة الرشوة من جرائم الخطر. بس ما يحصلش لبس، بس ما احنا كنا بنشرح في البداية قلنا عليها ان هي من جرائم الضرر، ولكن هي من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر. النهارده في المحاضرة بتاعتنا هنتناول بعض الصور التي تقع من فرقاء جريمة الرشوة. ايه الافعال التي ترتكب من المرتشي؟ ايه الافعال التي ترتكب من الراشي؟ ايه الافعال التي ترتكب من الوسيط؟ والافعال التي ترتكب من المستفيد او المتدخل. بنقول ان الراشي يقوم بعرض الرشوة على الموظف. إذا قام الراشي بعرض الرشوة على الموظف ولكن لم تلقى هذه الرشوة قبول من الموظف، فالتكييف القانوني وفق القواعد العامة في قانون العقوبات يعتبر هذا شروعا في ارتكاب جريمة الرشوة أو تنفيذ جريمة الرشوة. طبعا إذا حيل بينه وبين إتمام الرشوة رفض العرض أو الوعد من طرف من وجهت إليه، طبعا لسبب يكون خارج عن إرادة الراشي. ده وفق القواعد العامة، يعني لو الراشي قام بعرض الرشوة على الموظف ولم تلقى قبول، فتكييفها القانوني وفق القواعد العامة في قانون العقوبات يعتبر شروعا في تنفيذ جريمة الرشوة. البعض قال، بعض العلماء قالوا لا، ده ما يعتبرش شروع، ولكن تعتبر هي جريمه تامه بمجرد ان تم عرض جريمه الرشوه او تم العرض على الموظف، فهنا تقع جريمه الرشوه بشكل تام، وتنطبق عليها احكام الماده 345 من قانون العقوبات. طب لو الراشي ده قام بتقديم العطيه المطلوبه من الموظف قبل اداء العمل، هنا بنقول ان الاجر اللي خده الموظف ده يكون معجل. اما اذا كان الدفع معلق على تنفيذ العمل، فالاتفاق هنا يعتبر تم بين الراشي الذي طلب والموظف الذي قبل.
يبقى اذا قدم الراشي العطيه المطلوبه من الموظف قبل اداء العمل، فهنا بيكون الاتفاق تم بين الراشي والمرتشي. ده فيما يتعلق بصور الفعل اللي بيقوم به الراشي. اما فيما يتعلق ب كمان بنضيف النقطه دي كمان، اذا كان الموظف قد عرض على صاحب المصلحه طلب الرشوه والتمس قبول هذه الرشوه. طيب القبول ده، قبول الالتماس ده قوبل بالرفض، هنا تقتصر الملاحقه والمعاقبه على الموظف دون صاحب المصلحه. خلينا نقول الحته دي تاني، اذا كان الموظف قد عرض على صاحب المصلحه طلب الرشوه والتمس الكلام ده وقوبل ذلك الالتماس بالرفض من قبل صاحب المصلحه، تقتصر الملاحقه القضائيه والمعاقبه القضائيه او الجنائيه على الموظف دون صاحب المصلحه. طب لو صاحب المصلحه تراجع عن الوعد او المنفعه او العطيه اللي هو وعد بيها الموظف باختياره، يعني صاحب المصلحه تراجع باختياره عن عرض الهديه او المنفعه، بنقول هنا لا ينجو في هذه الحاله صاحب المصلحه من العقاب، لان تعتبر جريمه الرشوه قد اصبحت تامه قبل هذا الرجوع. طبعا مع الاخذ في الاعتبار طبعا قصد المتوفر لدى صاحب المصلحه في هذه الحاله، وعلى القاضي ان ياخذ في الاعتبار القصد المتوفر لدى صاحب المصلحه. يبقى اذا كان الموظف قد عرض على صاحب المصلحه طلب الرشوه والتمس ده، والالتماس ده قوبل من قبل صاحب المصلحه بالرفض، هنا تقتصر الملاحقه على الموظف دون صاحب المصلحه. طيب لو صاحب المصلحه تراجع عن العرض او الوعد ده، بنقول ان هو ده التراجع ده لا بيخلوش ان هو يعفيه من العقاب، انه تعتبر جريمه الرشوه هنا وقعت بشكل تام، مع بنقول كمان مع الاخذ بالعين الاعتبار على القصد المتوفر لدى صاحب المصلحه. كمان من الصور اللي موجوده او اللي بيقوم بها المرتشي، بنقول ان الموظف العام يعد مرتكب لجريمه الرشوه بشكل تام او في صورتها التامه، ومجرد ان طلب الرشوه او قبل الرشوه او المنفعه او الهديه او الوعد او اي منفعه اخرى، هنا تقع جريمه الرشوه بشكل تام، سواء كان الطلب ده طلب المرتشي له اثر ام لم يكن له اثر، وسواء قام الموظف بإنجاز العمل المطلوب منه أم لم يقم بإنجاز العمل المطلوب منه، وسواء طلب يعني وسواء قبل صاحب المصلحة عرض الهدية أم رفضه. خلينا نقول الحتة دي تاني، لأن الحتة دي مهمة، يبقى الموظف يعد مرتكبا لجريمة الرشوة بمجرد طلبه أو قبوله أو أخذه للمنفعة أو الهدية أو الوعد أو المنفعة الأخرى، وتقع جريمة الرشوة هنا تامة بشكل كبير أو بشكل صحيح، سواء كان لطلب المرتشي أثر أم لم يكن له أثر، أو سواء قام المرتشي الراشي أو اللي هو الموظف بإنجاز العمل المطلوب منه أم لم يقم بإنجاز العمل المطلوب منه، وسواء قبل صاحب المصلحة عرض الهدية أم رفضها. لكن الصورة الغالبة في جريمة الرشوة هي طلب الأداء المعجل قبل بدء المرتشي بتنفيذ ما طلب منه من عمل أو امتناع عن عمل. دي تعتبر الصورة الغالبة في جريمة الرشوة، هي طلب الأداء المعجل قبل أن يقوم المرتشي بتنفيذ ما طلب منه من عمل أو امتناع عن عمل من أعمال وظيفته. وهنا طبعا في هذه الحالة بيعتبر الموظف في مركز القوة، ويستطيع فرض إرادته على صاحب العلاقة، اللي طبعا بطبيعة الحال بيضطر إن هو يرضخ بمشيئة الموظف فيما يقوم به من طلبات أو وعد.
طيب دي الصوره اللي هي كانت او صوره الفعل اللي بيقوم بيه المرتشي. اما صوره الفعل الذي يقوم به الوسيط، قلنا دلوقتي عرضنا ليه صوره الفعل يقوم به الراشي والمرتشي، هنا نتناول صوره الفعل الذي يقوم به الوسيط. جريمه الرشوه دي قد تتم بصوره شخصيه او بشكل مباشر عندما يلتمس الموظف لنفسه ويقبل الطلب او الوعد او الهديه، ودي طبعا كل الصور دي احنا عرضناها ليها في المحاضرات السابقه. وقد تتم جريمه الرشوه عن طريق الوساطه، يعني عن طريق شخص اخر، شخص ثالث موجود بين الراشي والمرتشي. تكون هنا الوسيط ده بيكون وسيط بين الراشي والمرتشي، وبيوجد بيهم صلة سواء بالموظف أو بصاحب المصلحة، أو يكون ليه صلة بين الاتنين مع بعض. قد يكون له صلة بالموظف فقط، وقد يكون له صلة بصاحب المصلحة فقط، أو تكون صلته بالاثنين معا، بالموظف وصاحب المصلحة. هنا القانون ما فرقش إن الوسيط ده يبقى واحد أو عدة وسطاء، قد يكون وسيطا واحدا أو يكون عدة وسطاء. وكمان القانون ما فرقش ان هم يقوموا بالكلام ده بالوساطه دي تطوعا او بتكليف من الراشي او المرتشي. ولكن هنا بيشترط ان يكون للوسيط دور بارز وفعال في اتمام عمليه الرشوه. يبقى بنقول ان هو القانون لم يفرق بين ان يكون وسيط واحد او عده وسطاء. كمان ما بيفرقش بين ان الوسيط ده يقوم بالكلام ده بالوساطه بشكل طوعي او بتكليف من الراشي او المرتشي، ولكن بيشترط ان يكون للوسيط دور بارز وفعال في اتمام عمليه الرشوه، وان تتم صفقه هذه الصفقه على ايدي هؤلاء، ايدي الوسيط اذا كان وسيطا واحدا، او الوسطاء اذا تعددوا الوسطاء في جريمه الرشوه وتعددوا بين الراشي والمرتشي. لما نيجي نبص على قانون العقوبات السوري بنلاقي ان المشرع ما اشارش الى جريمه الوسيط، ولكن انزله منزله المتدخل اللي بيقوم بالوساطه بين الموظف وبين صاحب المصلحه، وبتتحدد مسؤوليته الجنائيه وفق الاحكام العامه، وطبعا وفق الدور اللي بيقوم بيه. كمان ما بيأثرش تدخله في طبيعة الفعل الذي قام به فريق جريمة الرشوة، يعني هنا ما بيأثرش تدخل الوسيط في طبيعة الفعل اللي بيقوم به أطراف جريمة الرشوة. ده كان صور الفعل الذي يقوم به الوسيط، بأنه يشترط في الوسيط أن يكون له دور بارز وفعال في إتمام صفقة الرشوة. وهنا وبيقول وكمان لا يشترط أن يكون وسيطا واحدا، قد يكون وسيطا واحدا وقد يكون عدة وسطاء. وقانون العقوبات السوري أنزل الوسيط منزلة المتدخل، وتتم مسؤوليته وفق الأحكام العامة. لما نيجي كمان نبص على صور الفعل الذي يقوم به الغير، والغير ده هو يعتبر المستفيد. بيقول لك ليس من الضروري، مش من الضروري ان تتم الرشوه لمصلحه الموظف المرتشي بشكل مباشر، يعني مش شرط ان الموظف يرتكب جريمه الرشوه لمصلحته بشكل مباشر، فقد يتم يقوم بارتكاب جريمه الرشوه لمصلحه الغير او مصلحه طرف اخر. فقد يكون المرتشي او يقوم المرتشي بارتكاب جريمه الرشوه لمصلحه طرف ثالث يعينه هو بشكل شخصي. طبعا بغض النظر عن العلاقه، طبيعه العلاقه او الرابطه بينهم، وكمان المشرع ما بيفرقش بين ان الغير المستفيد ده قد يكون شخص طبيعي او يكون شخص معنوي. فلم يفرق التشريع بين أن يكون هذا الغير المستفيد شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.
كمان بنقول ان يلاحق هذا الغير بصفته شريك في الجريمه وفق الاحكام العامه في قانون العقوبات. لو ما شاركش الغير ده في الاتفاق اقتصر دوره بس على قبول الهديه او العرض، وتم اخباره فيما بعد بالاتفاق الذي تم. هنا بيكون الغير المستفيد ده قد ساعد طرفي الرشوه على اتمام صفقتهم بشكل كبير واكتمال جريمه الرشوه بشكل تام. فيلاحق هنا في هذه الحاله بصفته متدخلا في جريمه الرشوه اذا تم الاتفاق بمعزل عن الغير المستفيد او الطرف الثالث الذي يعينه المرتشي. بيتطلب في جريمه الرشوه ان تتم عن طريق الايجاب والقبول، وده اللي نصت عليه المادتين 341 و342 من قانون العقوبات السوري، وقالت ان الحصول على الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوه قبل قيام الموظف بعمله من اعمال وظيفته او القيام بعمل يتنافى مع واجبات الوظيفه، يبقى هناك قبول او ايجاب وقبول. وعندنا اجتهاد قضائي من محكمه النقض السوريه بتقول ان الرشوه عمل يتم باتفاق شخصين ووجود ارادتين وايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي، فالاول يعرض الرشوه والآخر يقبلها، الأول اللي هو صاحب المصلحة والآخر وهو الموظف ويقبل هذه الرشوة ولا تتم بدون ذلك. الاجتهاد الصادر من محكمة النقض السورية بتقول إن الرشوة هو عمل يتم باتفاق شخصين ووجود إرادتين وإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي، فالراشي يعرض الرشوة والمرتشي يقبل هذه الرشوة ولا تتم جريمة الرشوة بدون ذلك. طيب كمان في اجتهاد فقهي آخر في القضاء السوري بيقول إن يشترط أن يكون العرض والقبول متوافقين ومترافقين بشكل زمني بين طرفي الرشوة قبل أن يقوم الموظف بالعمل المطلوب منه. يعني يشترط أن يكون العرض والقبول متوافقين ومترافقين زمنيا بين طرفي الرشوة قبل أن يقوم الموظف بأداء العمل المطلوب منه. كمان لا يشترط أن يكون العرض والقبول صريح وواضح. يعني قد يكون العرض والقبول صريح وواضح، وقد يتم بالكلام أو الكتابة أو الحركات أو الإشارات، وقد يفهم بشكل ضمني بشرط أن تدل الظروف المحيطة على ذلك. فهنا لم يشترط أن يكون العرض والقبول يتم بشكل صريح وواضح، ولكن قد يكون كمان بشكل ضمني إذا دلت ظروف الحال على وجود هذا العرض أو القبول. كمان يشترط تكون إرادة كل من الطرفين، طرفي الرشوة اللي هو الراشي والمرتشي، حرة لا يشوبها أي خطأ غلط أو إكراه، وأن يكون العرض المقدم عرض جدي بعيدا عن الهزل والخيانة. إذا كانت النية هنا غير حقيقية انتفى الجرم. ده كان بعض العرض لبعض الاجتهادات الصادر من القضاء السوري ومحكمة النقض السوري. تعرفنا في المحاضرة دي عن الفعل أو صور الفعل الذي يقوم به فرقاء جريمة الرشوة، تعرفنا على الفعل الذي يقوم به المرتشي والفعل الذي يقوم به الراشي والفعل الذي يقوم به الوسيط، انتهاء بالفعل الذي يقوم به الغير المستفيد، وتكلمنا عن الإيجاب والقبول فيما في ضوء نصوص المادة 341 و342 من قانون العقوبات السوري، انتهاء بعرض بعض الاجتهادات الفقهية الصادرة من محكمة النقض السورية
فيما يتعلق بالإيجاب والقبول لإتمام جريمة الرشوة بين طرفي جريمة الرشوة والتي تقع بين الراشي والمرتشي. دي كانت محاضرتنا الخامسة، إن شاء الله احنا نبعتها للمسؤول الإعلامي رفع على القناة، وحضراتكم تقدروا ترجعوا ليها إن شاء الله. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.